ايه اهم التجاوزات والمخالفات يعني هتفضلي؟ يمكن منذ قليل تجمهر عدد قليل، تجمهر المئات من اهالي قرية الخطاطية التابعة لمركز السادات بمحافظة المنوفية امام لجنة التصويت، احتجاجا منهم على وجود موظفة في اللجنة تنتمي لجماعة الاخوان المسلمين، فقام القاضي بإخراجها. إيه اللي عرفه من الموظفة تنتمي لجماعة الإخوان؟ وهل قامت بممارسات تظهر ذلك؟ كانت بتحرض بعض الناس إن هم يصوتوا بلال الدستور، فقام القاضي بإخراجها من اللجنة بعد التأكد من التحريات ومن تحريات المباحث والأمن الوطني. خليني اقول لحضرتك ان انا معايا استاذ خالد زيدان، باحث وناشط حقوقي، عنده بعض التجاوزات اللي هيرصدها معانا. مساء الخير يا فندم، اهلا وسهلا بحضرتك. والله التجاوزات يا فندم اللي هي ظاهره من امبارح، ان في قريه طملاي بمركز منوف وقريه العجايزه بمركز اوسنا، دي حضرتك الاخوان لموا منهم البطايق من الاهالي الغلابه طبعا، بحجه ان هم يجيبوا لهم بطاطين، ومفيش بطاطين ولا حاجه، ده هو بس عشان ما يطلعوش يستفتوا ويقولوا رايهم في الدستور، ودي اهم حاجه، ودي ظاهره من امبارح بالليل وبلغنا بيها ومحدش اتصرف فيها لحد دلوقتي. دي حاجه حضرتك. وفي مدرسه في قريه طهواي مركز اشمون طبعا، يعني بدون ذكر اسماء، دي حضرتك للاسف كانت واقفه ترشد امام اللي جنب بره امام المدرسه بان الناس تقول لا وليس نعم للدستور، وطبعا دي اللي رئيس الوحده المحليه الاستاذ مصطفى عبد الحميد خضر تعامل مع الموقف وسلمها للسيد ضابط الشرطه، وللاسف طبعا تعاطفوا معاها ومشوها من غير محضر، ودي الواقعه تقريبا اللي كانت موجوده النهارده. وفي حضرتك لجنه بها 2 موظفين غايبين، دي بس كانت في منوف، وهم جابوا استدعوا ناس تانيين في قلب في نفس الوقت يعني في اللجان، ودي تقريبا يا فندم استاذ رحاب هي دي السلبيات اللي كانت موجوده النهارده. لكن بصراحه باقي اللجان جميع المحافظه رحاب اسالوا لنا كده القوى التصويتيه كام في حتى جدا الان؟ ونعم للدستور طبعا. والله حضرتك هو في كل مدرسه فيها حوالي 12000، من 12 ل 15000 لسه طبعا الاقبال مش كامل قوي، لان لسه في ناس موظفين في شغلها لسه بادئين يهجموا دلوقتي. لو حضرتك صورتوا بره المدرسه هتلاقوا العدد كبير جدا امام المدارس، لكن قد ايه بالظبط ما اعرفش الاعداد بصراحه. تحت امرك يا فندم. هذا كان اخر ما لدينا من تطورات في محافظه المنوفيه حتى الان استاذ وائل. طيب رحاب، هتابع معاكي، بتوجه اليكي بالشكر.